انا قاعد اتخيل العيال كلهم برايم. انا ايش جلسني؟ طيب اروح؟ لا لا بتخيل. احسن ما بين الكرسي مساج ما بلاقي فيه احد، بتمسج على راحتي. الله يا الكل ما دار ثلاثة جاء سوى مساج. هو طول تاريخ ما قد سوى مساج، بس كذا بس لقوه كذا قام نسوي. وهنا سالم طن 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 طن، برتاح من ذا النجر، الأمور زينة. يقوم سالم يجي يستلم ذا البيت، هنا لك برتاح، أنا أسوي قهوة على كيفي لحالي. حلو والله، والله حلو. سير أجي كذا أنتظر الشيبان الساعة 12 لحالي، هم يشيلون عني الساعة 12، باقي أنا أشيل البث كله. هنا أنا بسوي فعالية لنفسي لحالي لحالي، كذا بدخل بيت الحكمة. أنا بدخل بيت الحكمة بسوي أنا الشيبان وكل شيء، حتى يجي من الشيبان بقول لا تجون. سيرة القرية لي كيفي أنا. والله شوف شوف اخر واحد برايم نسى نسى الجمر، شغل نار قبل برايم نسى الجمر. يا اخي قاعد تخيل لو العيال كلهم طلعوا برايم بقينا انا وانت يا فيصل. ها تخيل انا مريت هناك عند سالم، تخيل هنا شوف اخر واحد برايم شغل نار ومشى. تخيل الحين هنا، تخيل هنا دي 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 مجلس الشيبان، بخلي اللي جو الشيبان بقفلها لاني ما ابغى اجيها انا. الصدق والله لا عليه السيف، قال لي لا على الراس بس ما يبجاي. من اللي شب النار اخر واحد طلع برايم؟ انا كنت نايم ما شفت البرايم. اتوقع انه ابو مساوى. مساوى ما شاء الله قاعد الاخير. قاعد الاخير. لا هم طرد، هم سووا لهم استبعاد كله. والله. والله طبيعي. زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد. حكايات لا تنتهي.